عادة بمناسبة العيد لابد أن أكش خاط مثلا زعلانين من عندي أو زعلانة من عندهم، فنفك هذا الزعل وهاي القطيعة، ويا من أنتي متخاصمة سولفي لي أنا بصراحة. أنا الحمد لله ما عندي زعل ويا أحد بصراحة، يعني أحكي لك أنا دائما محبة للناس كلها، والناس هم تحبني، يعني حتى الجوارين حتى أطفالهم يحبوني الحمد لله، ما عندي وجه مكروه ويا الناس، هذا شيء أنا أحمد الله عليه وأشكره. بس عندي خلاف صار ويا أخويا الأصغر مني شوية. ها اخوك؟ لا أي نعم، شنو اسمه؟ اسمه محمد محمد ابو جاسم ابو من هو؟ أبو علاوي. ابو علاوي، كل عام وانت بخير وعيد سعيد ان شاء الله، وهاي اختنا تقول لك كل عام وانت بخير. يلا سولف وياه وقطع الزعل، يلا هاي الكاميرا، يلا يلا هاي الكاميرا، ما اريد هاي لا دموع، اريد سوالف. لا لا، سولف عفيني وياه، يلا سولف وياه، عفيني لا لا سولف وياه، اقطع الزعل. اترجاك، شو تقول لي له؟ لا عفيني عن هذا الموضوع، شو تقول لي له؟ يعني زين شو تغني له؟ خياي؟ لا ها شو تقول لي له؟ اغني له قمرة ودروب وعثور ليلة شتا وناد، الله صيد كل دنياي هدتني لك عاد، ها خويا ها 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 تقول انا عينك، ما مال حملي وكلفك شاوين احكيك. ايامن لا بس قولي لك كل عام وانت بخير، لان هذا عيد كل عام هو ابداعتي. بألف خير، أتمنى إنه أشوفه يعني سعيد إن شاء الله. يلا ان شاء الله بعد هاي الحلقه وست عايتي بعد انتهى، لا انتهى الزعل بعد. أنا بحياتي ما شلت حقد على حد اي اخوك أبد، بالنهايه، اخوك ما بس يخالف، هو الاصغر الاكبر جرحني بكلام يعني، ما لا يخالف. أصغر وأنا مربيته أصلاً، اها يعني مربيته الاخ، اخ هو مو اخ بس أخ، هو ابني وأخويا وكل شيء كان، بس خالص تغير. تحبيه؟ أي بس ايه بعد الموقف هذا اللي صار يعني شالوا على قلبهم هم أهم. اكيد، لان يعني بالنهايه امهم. أي لا احنا من هاي اللحظه بعد ماكو زعل وحب وسعاده وخير.